رئيسي لمدرسة أبو بكر الصديق بمنطقة أبو أشرف بدار السلام. طبعا أنا لما شفت الصور دي ما جاش في بالي غير إن ده سوق، ما هو المنظر اللي أنتوا شايفينه قدام حضراتكم ده سوق. ما أعتقدش إن في يعني إن هيكون في منطقة سكنية أصلا، يعني اتصدمت إن ده سور مدرسة من المدارس الحكومية. والمفروض إن إحنا يعني أول حاجة في المدرسة اللي هي بيبقوا حاطين كده إيه اللي هي نظافة مدرستنا الجميلة، صح؟ مش ده كان بيتكتب برضو على المدارس؟ طب فين بقى نظافة مدرستنا الجميلة وإحنا قدامنا المنظر ده؟ لما تتكتب عبارة زي دي على سور المدرسة وداخل المدرسة وعلى حيطان المدرسة والمنظر ده قدام، طب ده يعني باب رئيسي، يعني المدرسين بيعدوا من عليه، ناظر المدرسة بيعدي من عليه، مدير المدرسة بيعدي من عليه، المدرسين بيعدوا من عليه. طب فين؟ طيب معانا الأستاذ أحمد اللي بعت لنا المشكلة، تحياتي ليك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فندم، السلام عليكم. دي مدرسة بجد يعني فيها طلبة وكده؟ اه دي مدرسة حضرتك في منطقة اسمها دار السلام أبو أشرف، يعني دي أنا بعدي عليها طبعا من صدفة من مكان لآخر طبعا بحكم عملي، ف وأنا بعدي يعني المنظر ده دايما ده دائم على طول، يعني في أي وقت حضرتك أي صبح في أي وقت المنظر ده مستديم يعني. وطبعا البوابة دي ما بتتفتحش فقط لا غير إلا في أوقات الامتحانات. تمام. الجانب الثاني من السور ده الشارع الرئيسي على فكرة. يعني هو الباب ده مقفول أصلا؟ في باب تاني يعني؟ ده مقفول، يمكن مقفول بالغصب. مقفول ايه؟ ان هو مقفول بالغصب، ممكن تقولي ان هو مقفول بالغصب يعني. يعني ان التجار دول هم اللي قافلين. الاولاد هيعدوا ازاي؟ الاولاد هيعدوا ازاي؟ يعني انت شفت المنظر عامل ازاي؟ انا بعدي ساعات بلا ما بشوفش الباب اصلا. ده حاجه. الجانب الثاني في باب المفروض ان الباب اللي هو الجانبي، يعني الشارع الجانبي وباب جانبي. طبعا كل الطلبه وكل المدرسين ومدير المدرسه اكيد بالطبع بيخشوا من الباب الجانبي اللي هو طبعا على مصيته كافيتيريا محتله بقيه السور الثاني. يعني انا يمكن حتى ما عرفتش اوضح بالصور، جانب من المدرسه كله سوق زي ما حضرتك شفتي، والجانب الثاني كافيتيريا وحتى الكراسي بتاعتها، طبعا كل الكراسي بتاعت الكافيتيريا موجوده مرصوصه على جانب السور. ومفيش غير الفتحه يا دوب اللي بتدخل الاولاد والطلبه الباب الجانبي للمدرسه. طب انا عايزه اسال حضرتك يا استاذ احمد، يعني هل السوق ده موجود من زمان عند المدرسه ولا ده يعني جديد ولا ايه بالظبط؟ لا هو سوق قديم طبعا، يعني المنطقه دي منطقه قديمه جدا، يمكن حتى السوق وفي موقف بينهم، سوق وموقف في مكتب صحه دار السلام، هو في الحته دي موجود من زمان طبعا. يعني المدرسه ممكن المدرسه ايه اتجددت، طب اتجددت فحصل رجعه تاني، يعني السوق رجع تاني وبقى موجود بنفس الشكل يعني، فانت احسن بقى لان السوق بقى خلى كل واحد ياخد مكان مساحه معينه يستغلها يعمل فيها يبيع اللي هو عايزه. طيب يعني بنشكر الاستاذ احمد، يعني طبعا احنا بنناشد وزاره الداخليه، والله العظيم لو نزلتوا عملتوا حمله تشيل كل الاشغالات اللي موجوده في الشارع دي احنا مش هنزعل. اظن المفروض ان الطلبه دول لهم حقوق. وانا يعني اعتقد ان يعني ان وزاره الداخليه لو عندها علم بالموضوع ده اكيد هتنزل تشيل الاشغالات دي، واحنا هنحاول ان احنا نوصل المشكله دي وان شاء الله نلاقي حلول ونتابع مع الاستاذ احمد صاحب المشكله.